فده كل مره بتنورنا فيها بنسعد دايما بوجودك. والنهارده عندنا بقى موضوع مهم اكيد هنتكلم معاك فيه، يعني اللقاء المرتقب ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه. احنا كده مبدئيا نقدر نقول ان احنا حطينا رجل في النهائي ان شاء الله. ملابسات وضع القدم الاخرى بقى في رايك هتتاتى ازاي؟ يعني مبدئيا خلينا طبعا نصبح عليكم والساده المشاهدين طبعا، وسعيد جدا ان انا موجود معاكم كل مره وموجود معاكم فيها كده، ومبسوط جدا. وبنلبس زي بعض دايما على فكره، على فكره الالوان بتبقى قريبه ومن غير ترتيب. سبحان الله. احنا الثلاثه في حاجه غلط بقى. الحمد لله. طبعا الاهلي اكيد دايما الاهلي اسمه في اي بطوله هو كده حاطط رجلي في النهائي في اي مكان بيبقى فيه، وكانت البطوله دايما صعبه علينا كاس العالم للانديه، بس الحمد لله مؤخرا يعني ابتدى شكلنا واسمنا هو اوريدي كبير، بس ابتدى يعلم في كاس العالم للانديه. بطولة افريقيا بطولة مفضلة جدا بالنسبة لنا، يعني عندنا ما شاء الله 10 بطولات، اقرب حد لينا الزمالك ومازيمبي عندهم 5 بطولات، الترجي اللي هيلعبنا عنده 4 بطولات، تخيل بقى بكل التاريخ الكبير لكل الاندية اللي انا بقولها دي، هم بعيد عننا قد ايه، بعيد عننا جدا يعني. فاحنا اسمنا كبير جدا. زي ما بقول لك مباراة الترجي اللي هناك احنا نستحق ان احنا نكسب المباراة بالشكل ده، وكنا ممكن السكور يبقى اكبر من كده، ويمكن اول مرة في تاريخنا اصلا في حياتنا نكسب الترجي في الوقت ده. وقبل كده لما كنا بنتكلم انا فاكر امبارح كنت حتى لما عرفت ان انا جاي معاكم حد كده بعت لي لينك الحلقه اللي فاتت او اللي قبل اللي فاتت، فقعدت اتفرج عليها شويه، من الحاجات اللي استمتعت بيها جدا. وحضرتك كنت سالتيني بالخاص على كولر هو شبه مانويل جوزيه ولا لا، فقلت لحضرتك انا فاكر الاجابه، خلونا نشوف مبدئيا هو كويس وانا سعيد بيه، لكن نشوف ونحكم بعدين. الوقت بقى اللي احنا وصلنا له دلوقتي بيؤكد ان الراجل ماشي بشكل كويس جدا، ارقامه كويسه جدا بالزبط. يعني ثباته غير طبيعي، ما فيش تصريحات كتير، ما يعني حتى راجل هادي كده، فالراجل الهادي ده ما تفهموش يعني، ما تعرفش الراجل ده انت كويس ولا وحش. متخيل؟ وبعدين كمان النجاح في النادي الاهلي ما بتستعجلش عليه، انت بتستنى شويه ليه؟ انت كده كده عندك كل المقومات، انت كده كده بتنجح اصلا اوريدي. فاي حد هيجي كسب مثلا بطوله ولا بطولتين، ده في ناس بتيجي تقعد شهر وتكسب بطولتين، مدربين ولعيبه. اي حد بيجي هو هنا في، خلي بالك يعني في معضله، فكره ان انت جاي على نادي كبير زي النادي الاهلي طبعا فيها مسؤوليه كبيره، بس انا عايز اسالك هل دي يعني حاجه تشعر القادم بالأريحية أنه جاي يدرب لعيبة بالمستوى ده وفي نادي بالاسم والتاريخ الكبير ده، ولا جزئية المسؤولية اللي فيها أكبر بكتير من حتة الاعتماد على لعيبة مميزة؟ لا، هي الفكره هتفرق قوي في شخصيه المدرب اللي جاي. المدرب اللي جاي ده لو هو طموح جدا وعنده سي في كبير واثق في نفسه وعارف ان هو هيقدر يعمل حاجه، هيبقى سعيد جدا ومش هيلم التجربه، لان عنده كل التولز اللي ما يحلمش بيها. انما لو في مدرب تاني بيتحسس شويه او مش يعني مش واقف على ارض صلبه قوي، هيبقى ده هيمثل ضغط على الجمهور، هيبقى طول الوقت ضغط عليه الميديا وطول كل الناس، كل المقومات، كل اللي حوالين النادي الاهلي. زي ما كان موسيماني دايما يقول لك انا ما بلحقش يا جماعه، ما بلحقش اخلص بطوله وتطلبوا مني بطوله ثانيه، ده هيدك مش طبيعي. ده موسيماني، وكان فايلر لي اللي احنا قلناه قبل كده، لو عايز تكسب يتهنى كل حاجه البلاي ستيشن ما بتحصلش يعني انت لو بتلعب، فبس دي طبيعه النادي اللي انت جاي تدربه يعني. كان دايما ده المصطلح اللي بيتقال لنا في الناشئين دايما، قدرك انك بتلعب في النادي الاهلي. أيوة، قدرك انك بتمرن في النادي الاهلي، قدرك انك مذيع في النادي الاهلي. انت مذيع، مش بهزر. أيوة، فعلا قدرك انك بتنتمي اصلا، يعني الجمهور بيعمل ايه؟ الجمهور بيشجع في المدرجات، هو مضغوط، حتى الجمهور مضغوط، يعني بقعد اتفرج على الناس على الماتشات، الناس مضغوطه بشكل كبير جدا والفرحه مش طبيعيه، وتفرح فرحه. انا كنت بتفرج على ماتش سوبر مع بعض الاصدقاء يعني، وبنتفرج على بيراميدز وكسبنا، لقيت فرحه، انا قاعد كده هادي وثابت، لسه عندي فيديوهات لحد النهارده، ثابت وحاسس من اول ماتش انا عارف ان احنا يعني الجيم بتاعنا يعني. الناس قاموا اتنططوا وفرحوا بعد ما كسبنا، قلت لهم احنا بنكسب كل يوم في ايه؟ يعني انت متخيل احنا في ايه؟ فواضح ان في فرحه بجد، بتكلم بجد والله، في فرحه قويه جدا يعني. فالنادي الاهلي مسؤوليه كبيره، لكن لازم اللي يجي يبقى قد المسؤوليه. هنرجع تاني لماتش الترجي، خلينا برضو نقول حاجات عشان نبقى منصفين ونبقى واقعيين بشكل كبير جدا. احنا رايحين نلعب الترجي، في الترجي ناقص 6 لعيبه، ما عندوش جمهور، اوعى 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 تعتقد ان ده العادي. ومدير فني كمان كان يعني تريبا. لا، انا بتكلم في المباراه اللي فاتت، المباراه اللي فاتت انت بتلعبه من غير جمهور هناك في ملعبه، وعنده 6 لعيبه او 5 لعيبه بس. انا كان عندي برضو كتير مش موجودين، اصابات وغيابات. هقول لك على حاجه، الاسباب فنيه. الوضع لو مختلف، لو هم بيلعبوا فول تيم وفي جمهور، المباراه كانت هتبقى اصعب من كده بكتير. انا ليه بقول الكلام دوت؟ عشان نكون واقعيين، احنا لعبنا واكسبنا وعملنا سكور كبير جدا وما عملناهوش في تاريخ الترجي، لكن مش عايز ده يدينا اريحيه في المباراه اللي جايه، فيدينا انطباع ان احنا مطمئنين او متاكدين. أكيد.